أتى رمضان عزيز علينا وعلى كل أمة الإسلامية وكل أمة العربية وكل الشعب الجزائر وكل إخوان المسلمين. نحن نقول لهذا الشهر رمضان إيمان والاحتساب في شهرنا الكريم. ونحن لازم أخوة في شهر رمضان، لازم نشوف الفقراء والمساكيننا في أرضنا الجزائر، لازم نشوف معهم، نوقف معهم، نأكلهم نشربهم، نبينوا في أرضنا هذا الشهر رمضان. والسقرة على الأملة شراك موجود رمضان، موجود إن شاء الله كما نقولوا، نصوموا كما نقولوا. بديت تخمم فيه ولا مازال؟ أنا نخمم فيه، بديت نخمم والله غير بديت. خلاص على الريحة تاعو بدات، شهر رمضان بدات كما نقولوا، هكذا أنا كما نقولوا الأسمان هذه نبدا نصوم إن شاء الله. نقبل ربي إن شاء الله نصوم كذا سمعنا الدنيا ما يدير فيها والو إنسان. وحنا نقولوا إن شاء الله ورمضان، شهر رمضان عبادة. وسادة كما نقولوا صدق. انا ماني الله ما نبغيش والو يلحق رمضان نصوم كي الناس ماديا. والله انا ننصح، انا ماديا ما كاش حاجه نتقشف فيها كيما رمضان عادي، ما كاش انسان يتحكم في روحه، ما كاش ماكله زياده، ما كاش تبذير. دائما الانسان يتفكر خوت الفقراء، يتفكر الناس اللي ما عندهمش، الا عنده حاجه زايده انا نضم خوتنا يروح يقسمها مع اخوه، باش ربي يبارك في الحراك هذا ان شاء الله بالاعمال الطيبه ودعوات الخير. انا رمضان نوجد له حاجه انا نقولها لكل انسانه، ينقصوا الماكله بزاف، وكيما يخموا في رمضان يخموا في الناس اللي ما عندهمش. عجل الجزائري مو مشهور بهذه العفسه، ياكل حتابه وما نقولوش كاع، ميخمم غير على الماكله. وكاينه حاجه نزيد نقولوها، هذا شهر الرحمه كما يقولوا، ينقصوا تقرعيج، ينقصوا بزاف واحد الصوالح. لو الانسان انا نتمنى للجزائريين واش صرا في الحراك يتعاود. رمضان راني موجود والو في الحقيقه نورمال، تعرف واش راني موجود معنا نسمين وهذه وكاع، راني موجود غير باش ندير السبور وكاع هذا مكان. رمضان ان شاء الله راني راح نبدا الخدمه ان شاء الله وما نعرف. الايام ما تقبل رمضان، سيتادير حنا عندنا شهر شعبان نصوموا فيه 15 يوم الاولى نصوموا فيها، ومن بعد كيما نقولوا حنايا نزوروا الاهل، سيرة الرحم استاذ، حنا ما نقطعوا سيرة الرحم، نروحوا نزوروا بعضنا بعض، نصدقوا كيما نقولوا الانسان يصدق كذا ليه ويصلي يطلب رب العالمين يجيب الخير لهذا البلاد. انا نوجدوا حنا بنات لاستير، انا نضلوا نوجدوا الماعن الماكله حاجه من الكوتي نفسيا، رانا نوجدوا باش نقدروا نقراو او ميم طون نصومو، رانا نوجدوا زعما باش بين البنات باش نختموا القران مع بعض وباش نقوموا الليل في لاسيتي مع بعض وكامل، ان شاء الله يا ربي نقدروا له بك مع القرايه. رمضان ليس الاكل او الشرب او ما شابه ذلك، الناس كانت تفطر على الماء وعلى الكسره والحمد لله وراهم عايشين لاباس عليهم. نقول لهم بالعكس اقتصدوا في جيوبكم في اموالكم وان شاء الله سمعوا بعضكم الكلمه الطيبه والتعاون والاحسان ومع اللي الامام ان شاء الله. بيان سور ما تفكره واني توحشتها بزاف رمضان باسكو عزيز عليا، ان شاء الله انا موجدين عاودوا كتاب الله ان شاء الله نعاود نقراوه بيان، باسكو نتمنى كاع الشباب يتفكروا باسكو كاع نساو ولاو يتهاو بالفيسبوك هاد الصوالح، نتمنى لهم يعاودوا يوليو لكتاب الله، ونتمنى بزاف تكون خير بهاد الصوالح، يتفكروا المساكن يصوموا ما يديروش باللي غيفوتوا شهر رمضان زهو كاع. رمضان شويه عباده وشويه حلاوه، ان شاء الله يفوت حلو ان شاء الله هذا العام. وجد روحي غير روحي ونفسي ان شاء الله، تلاوه القران، صلاه التراويح، فعل الخير، الكلمه الطيبه، هذه هي. اما الماكله لي زاشا فوالا، ابخي مو جو في ريان دوطخ دو بليس. والله نقدر نقول لك يعني شوف رمضان هدايا رانا موجدينه بالايمان، رمضان هدايا كما يقولوا شهر تاع التقوى والتقرب الى الله والصلاه والقيام، يعني نقدر نقول لك وان شاء الله نكونوا اخوه، يعني اليوم الشهر هدايا تاع الفقير، لازم الفقير هذا نعاونوه ونكونوا كاخوه، وان شاء الله نطلبوا ربي كما يقولوا يسهل علينا الامور. يما تقبل رمضان صوموا شعبان، صمنا النص البارح. ونزيدو نصومو كاش قد ما استطعنا يومين ولا ثلاث ايام نزيدو نصومهم لعل الاجر يعطينا ربي. هذا شهر رمضان شهر التوبه والغفران، الانسان لازم ما يشوفش غير روحه، يشوف جاره الى كلا ولا ماكل، لازم يعاون، لازم الى قدر يجيب واحد ولا جوج للدار يوكلوا. هذا هو الاسلام، ماشي ما لا تكلم شهر رمضان ماشي ماكله، عباده. الناس تروح كل واحد وين، واحد يروح للتراويح، واحد كل واحد. هذا الشهر، هذا الشهر تاع التوبه، اللي ما كانش يصلي واللي يصلي، هذا هو شهر رمضان. ما موجدين الدعاء ان شاء الله ودعوه الخير للبلاد لنخرجوا من الازمه ان شاء الله. الحمد لله شهر رمضان ان شاء الله نعقبوه نجوزوه لاباس ونصلوا تراويح ونكملوا المسيره نتاعنا. والله واش نقول لك، رمضان على كل حال روحانيا يعني هي هديه من عند الله عز وجل تساوي 83 سنه.
من الحسنات، لانه العلماء كيحسبوا رمضان كانما صام الدهر كله، قال لك هي عباده 83 سنه.